بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم أخواني ورحمة الله وبركاته، وكل الشكر والتقدير للأخوة الأعزاء في جمعية المحامين على استضافة هذا الملتقى وإفساح المجال لنا بالالتقاء بهذه الوجوه الكريمة اللي دائما يعني نتابعها ونراها خلف شاشات اللابتوب والكمبيوترات. فهذه فرصة، يمكن هذه المشكلة وهذه الأزمة الجديدة خلتنا نطلع ونشوف بعض، لأن اليوم عالم الإنترنت ما شاء الله، يعني الشباب يتواصلون يتبادلون الأفكار ويسوون ثورات بعد ويغيرون أنظمة، ويمكن ما يعرفون بعضهم البعض ولا ملتقين. فهذه فرصة يعني فعلا واحد يشعر بالسعادة بأن يلتقي مع كوكبة من شباب الكويت اللي بالفعل يعني سجلوا، أنا في رأيي، ملاحم الواحد يعني ما يقدر إلا يقف لها تحية وإجلال، وخاصة في هذه الأزمة أو هذه الحملة اللي أنا سميتها حملة الإنترنت. هذه الحملة طبعا متابعة للأخبار وكذلك إعلان وزارة المواصلات بأن تم الاتفاق مع شركات الإنترنت على التراجع عن السياسات اللي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة من رفع الأسعار وتقليل ساعات التحميل أو تقليل ساعة التحميل مع تقليل السرعات الخاصة بالتحميل والاستخدام هذه الخدمة. طبعا احنا بانتظار نتائج عملية على الأرض وبانتظار ما تسفر عنا قرارات فعلا يكون لها الأثر المباشر على مستخدمين الإنترنت بشكل خاص، لأن رواد هذه الخدمة هم من فئة الشباب، والغالبية العظمى من فئة الشباب اللي بالفعل يعني خالقين جو ويواكبون التكنولوجيا العالمية في هذا المجال. أنا إذا سمحتوا لي قبل أن ندخل في تفاصيل بعض الأمور الفنية اللي أنتوا أقدر فيها طبعا ونورتونا الآن من خلال هذا العرض القصير ولكن المباشر وبالأرقام والأدلة، أنا أقول نجاح هذه الحملة سبب أمرين. السبب الأول أو الأمر الأول أن هذه الحملة، ونتمنى أن يكون في هناك عظة ودروس واستيعاب سواء لنا احنا كسياسيين أو لأي شريحة مجتمعية أخرى، هذه الحملة نجحت لسببين أنا في رأيي. السبب الأول وطبعا مهم لا شك أن حملة استهدفت قضية عادلة، قضية عادلة، قضية حسب متابعتنا لها، وأنا من الناس اللي سمعت وجهتين النظر، يعني التقيت وبناء على طلب منهم بعد تصريحي وبعد مقالتي التقوا فيني بعض الإخوان ممثلي شركات الإنترنت وسمعت منهم، بالإضافة إلى ما سمعناه منكم أنتوا يا الشباب. فقناعتي الذاتية ومن خلال الحكم على الطرفين والاستماع لوجهتي النظر يعني تبين لي بأن فعلا قضيتكم قضية عادلة، وهذا يعني أحد أسباب انتصار الحملة. الجزئية الثانية ولعلها الأهم، وأنا بدي أسجل يعني في هذه الجمعية وأمام هذه الوجوه الطيبة، أن السبب الرئيسي لنجاح هذه الحملة اللي بالفعل يعني كسبت روحية وطنية مشتركة، وبالفعل يعني هذا الجهد كان موجه لعموم أبناء الكويت بكل شرائحه بكل أطيافه بكل مكوناته على مصلحة مشتركة عادلة واحدة، وهذا سر الانتصار. ولذلك يعني أنا أوجه هذه الرسالة أن علينا جميعا أن نستفيد من هذه التجربة، وشلون نخلق منها النجاح، وشلون نخلق منها التكاتف والوحدة الوطنية. شباب مثل مبارك الهزاع والمحامي حسين عبد الله وعبد الله زمان وغيرهم يمكن الكثيرين اللي بالفعل تصدوا وخلقوا هذا الجو،
وسحبوا معاهم أعضاء مجلس الأمة ورأي العام الكويتي وشباب الإنترنت طبعا بدرجة الأولى استطاعوا أن يخلقوا يعني أرضية صحيحة وحقيقية وعادلة لهذا المشروع ولهذه الحملة، ولذلك نجحت هذه الحملة. ولكن أنا أوجه خطاب أيضا بهذه المناسبة إلى جهتين، الجهة الأولى ممثلة بشركات الإنترنت. طبعا أنا من خلال كتاباتي الصحفية ومن خلال تصريحاتي إحنا بودنا أن يكون هناك تنافس، بودنا أن تكون الشركات اللي تقدم هذه الخدمة أيضا يتم توفير لها الجو المناسب والجو الصحي والمنافسة وخطوط التحميل الدولية، وتخلق لها البنية التحتية اللي ممكن أن توفر أفضل خدمة لهذا المشروع، ولكن ليس على حساب المواطن العادي، ليس على حساب جيب المواطن العادي. احنا بالفعل ملينا من قضية الكلام عن الاعتداء على الأموال العامة حتى يتحول الأمر إلى الأموال الخاصة وإلى جيب المواطن مباشرة وإلى فئة الشباب بالتحديد. يعني غلطانين ما عرفوا أنه تحرشوا منه ولقوا هذه الصدة وهذا الساتر المنيع أمامهم. ونتمنى أن يكون هذه عبرة أيضا لكل من تسول نفسه بالتحرش أو التجاوز على المواطن الكويتي وحرمة المواطن الكويتي وصلابة المواطن الكويتي. الموضوع الثاني رسالة نوجهها إلى وزارة المواصلات، وأنا كتبتها في مقالة الأخيرة لي، هذا الاتفاق يجب أن يكون اتفاق معلن وشفاف وينص على بنود الاتفاق. احنا لا نرضى ان تكون هناك صفقات تحت الطاولة على هذا المشروع. نعم احنا همنا الاول والاساس هو توفير الخدمة المناسبة والعادلة والمستحقة لمستخدمي الانترنت، نعم، واذا كانت هناك من محاولة لتغطية خسائر او للحفاظ على الارباح اللي كانت الشركات تحاول ان تسلبها من جيب المواطن يتم ايجاد مخارج اخرى لها على حساب المال العام، لن نرضى في هذا أيضا. ولذلك أنا قلت بأن هذه الاتفاقيات وما تم التباحث بشأنه والوصول إلى قرار مشترك يجب أن يعلن، ويجب أن تكون في مبدأ الشفافية، ويجب أن لا تكون هناك أي صفقات تحت الطاولة لمعالجة هذا الوضع. نعم عندنا وعندنا قصور حكومي. أنا من الناس اللي تشرفت مع العم أحمد السعدون ومجموعة من النواب بتقديم قانون هيئة اتصالات من 3 مجالس تشريعية سابقة، وكان مصير مثل هذا المشروع اللي يخلق حق الشركات، حق الدولة وحقوق المواطن. هذا الكلام لأكثر من 5 سنوات، ولكن تجاهل مثل هذه القوانين اللي بالفعل هي قوانين تمس مصلحة البلد وتمس المواطن العادي، هذه دائما تكون في ذيل أولويات الحكومة، ودائما ما تسعى إلى قبرها وإلى وعدها وإلى تعطيلها وإلى إبقائها في أرشيف إما اللجان البرلمانية أو حتى إذا وصل لها الدور تحت قبة البرلمان يتم تعطيلها وعدم السماح لها بأن ترى النور. ولذلك يعني إحنا نشكر الأخوة في لجنة مرافق ورئيسها نائب أحمد السعدون على استعجال هذا الموضوع، وفعلا أتى في وقته، والإخوان كلهم في اللجنة مخلد والنعم، فالإخوان في اللجنة بالفعل يعني بذلوا جهد، وتم حسب علمي يعني انتهاء من إعداد هذا القانون وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس، وإن شاء الله نتأمل بالفعل أن يكون مثل هذا القانون من أوائل القوانين اللي يتم إقرارها مع بداية الفصل مع بداية دور الإنعقاد القادم. ولذلك يعني أنا من هذا الموقع وأمام هذه الوجوه الكريمة أكرر بإذن الله يعني وقوفي معكم مع مطالبكم المشروعة مع هذا الحق العادل، وإن شاء الله إلى أن ينتهي هذا الوضع، ولن نرضى بأن تمس كرامة الإنسان وحقوق الإنسان الكويتي وداخل بيته وأمام خصوصيته وأمام ما يراه مناسب من استخدام، لأن بالفعل اليوم الثورة المعلوماتية وتدفق المعلومات والإنترنت أصبحت حاجة ضرورية لكل مواطن ولكل شاب ولكل أسرة كويتية. احنا يبقى فقط على الحكومة أن تعلم قيمة ثورة المعلومات ومكانة ثورة المعلومات في الأمم
والشعوب وفي بناء المستقبل. فإن شاء الله معكم حتى النهاية في هذا المشروع، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سوف تجدون كل ما يسركم. وأنا أهنيكم وأبارك لكم مرة أخرى على هذه الحملة وانتصار هذه الحملة، ومنها إن شاء الله ودنا أن تكون هناك حملات مشابهة شبابية وتؤتي ثمارها في وقت قياسي. أنتم سرعتكم كانت نفس سرعة الإنترنت، إن بسرعة يعني تحققت مطالبكم وتم الاستجابة لكم. فإن شاء الله تكون هذه على مستوى يعني كل ما يتعلق مصلحة الوطن، مصلحة المواطن، مصلحة الكويت. وشكرا جزيلا.